الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول في بيان منزلته، هذا الحديث عظيم وقد حوى جملا مهمة من أصول الشرع وقواعده، من ذلك الحث على التنافس على الخيرات، ومنها كثرة طرق الخير وأبوابه، ومنها أيضا أن المباحات إذا ما قصد بها العبد التقرب إلى الله جل وعلا تكون قربة لله مأجورا عليها إن أخلص النية لله جل وعز. وأيضا فيه استخدام وتنظير أمر القياس، وأنه مأخوذ به بالشرع وهو القياس الجلي. فهذا الحديث قد جمع من الأحكام والحكم العامة والخاصة ما يفيد المرء المؤمن في أمور دنياه وآخرته. فمن طبقه وأخذ بما فيه فاز وأفلح، وطبق جملا من قواعد الشرع منها التعاون على البر والتقوى، ومنها المسارعة في الخيرات، ومنها الإكثار من ذكر الله، ومنها وجوب تسخير أو استخدام المباحات في مراضي الله جل وعز، كل هذا يعود للمرء في
في دنياه وآخرته بالنفع والفضل. والناس في هذا الباب بين مستقل ومستكثر ومحروم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الوجه الثاني في ذكر بعض المعاني فيقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أن ناسا من أصحاب رسول الله قالوا هؤلاء الذين جاءوا فقالوا هذه المقولة لرسول الله هم الفقراء فقراء الصحابة، هم الذين جاءوا فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقولة فغبطوا بها أهل الدثور. والدثور هي الأموال، فهؤلاء الفقراء غبطوا أهل الأموال ولم يحسدوهم، إنما غبطوهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، غبطوهم بما يحصل لهم من أجر الصدقة بهذه الأموال. فهم لم يقصدوا بهذا السؤال الحسد ولا الاعتراض على قضاء الله وقدره، لكن قصدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبهم ورغبتهم في المنافسة في أبواب الخير وسبل الخير، لعلهم يجدون عنده عليه الصلاة والسلام ما يدلهم إلى أعمال يستطيعون القيام بها في مقابل ما يفعله أهل الأموال وأهل الدثور. فدلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات يستطيعون القيام بها والإتيان بها، وكما قلنا الدثور بالضم جمع دث هي الأموال، وهي جمع دثر وهو المال الكثير، وهذا فيه دليل على أن كلامهم كان منصبا إلى أغنياء الصحابة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أحد الرواة عن أبي هريرة واسمه أبو صالح: قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني هذا الذي دللتنا عليه يا رسول الله قد سمع به أهل الأموال من إخواننا ففعلوا مثل الذي قلت، فنحن وإياهم في على السواء. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدلنا إلى الكلام عن الوجه الثاني، وهو أن الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال، أو الوجه الثالث، ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جميع أنواع فعل المعروف وإتيان أوجه البر والإحسان كل ذلك صدقة، وهذا كما قلنا ليس اعتراضا منهم على قضاء الله وقدره، وإنما رغبة منهم في المسارعة في الخيرات والمسابقة والتنافس. بل هذا الحديث دليل صريح على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأعمال الصالحة والمسارعة فيها وشدة حرصهم على تحقيقها وقوة رغبتهم في فعل الخير. ولهذا كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخيرات مما يقدر عليه غيرهم ممن آتاه الله مالا، فهم كانوا يحزنون على هذا الفوت، فوت صدقة المال التي يقدر عليها الأغنياء ممن وسع الله عليهم. بل وكانوا يحزنون أيضا على التخلف عن الخروج إلى الجهاد في سبيل الله لعدم قدرتهم ومكنتهم وعدم استطاعتهم في تدبير آلة الجهاد، كما قال الله جل وعز: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذا كما قلنا دليل على حرصهم ومسابقتهم وحزنهم الشديد على هذا الفوت، لأن هذا ميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون. ولا شك أن التنافس في هذا الباب الشريف ومطلوب ومرغب فيه، سوى التنافس في أمر الدنيا فإنه ذميم مذموم، كما قال عليه الصلاة والسلام: التؤذة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. لذا لما علم منهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحرص وهذا الصدق في البحث عن طرق الخير دلهم وأرشدهم إلى هذه الأنواع والأفعال والأعمال من أمر المعروف وأمر الإحسان وأمر كل ذلك من الصدقات، قد جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. وأخرجه أيضا البخاري في الصحيح من حديث جابر. إذن نستخلص من هذا أن الصدقة تطلق على كل أنواع فعل المعروف، وتطلق على كل أنواع فعل الإحسان، وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الرابع في بيان أن الصدقة بغير المال تنقسم إلى قسمين: الأولى ما كانت على سبيل الإحسان إلى الخلق، فهذه صدقة عليهم، بل ربما تكون أفضل من صدقة المال، كمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدلالة على الخير، والحث عليه، وتعليم الناس ما ينفعهم، ودعاؤهم إلى طاعة الله وتحقيق طاعته، ودعوتهم إلى الكف عن معاصي الله جل وعز. إلى غير ذلك من أوجه الإحسان إلى الناس. وعند التأمل قد يكون هذا أنفع من الصدقة بالمال، وهذا معنى الإحسان إلى الخلق ظاهر في هذا الحديث، تحت هذا القسم عن القسم الأول من أقسام الصدقة بغير المال، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. كما قلنا هذا باب الإحسان إلى الناس عظيم، نفع الخلق بما يعود عليهم بالخير والبركة في الأولى وفي الآخرة، لا يشك إنسان عاقل مدرك إلى أن ذلك من أنفع أنواع الصدقات، من إقراء القرآن كما قلنا، وتعليم العلم، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر،
وإزالة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الناس ودفع الأذى عنهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. فهذا باب لا يمكن حصره في أوجه الخير، وقد جاءت في ذلك نصوص عدة وكثيرة. قال الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا وتصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وجاء عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وخرج الإمام ابن حبان في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وأن النفقة من أبواب الصدقة أيضا النفقة على الأهل، ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. جاء عند مسلم في رواية: وهو يحتسبها. وجاء عند البخاري في الصحيح: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. وأخرج الشيخان أيضا في الصحيحين من حديث سعد أنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. خرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار
أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية: فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن الصدقة من في هذا الوجه فيها إحسان إلى الخلق يثاب عليها صاحبها، بل إن بعضها لعله أعظم كما قلنا نفعا من صدقة المال كتعليم العلم ودلالة الخير والإرشاد إليه ونحوها، بل إن هذه الأشياء التي ذكر بعضها من الغرس والزرع ونحوها يثاب عليها صاحبها وتعتبر له صدقة، بل إن بعض أهل العلم ذكر أنها تكون له صدقة ولو لم يقصد ذلك، كيف لو قصدها لتأكدت الصدقة في حقه. ولهذا ذهب بعضهم إلى أن المضاضع لأهله ولو لم ينوي فإنه يؤجر كالزارع في الأرض، والذي يظهر أن المضاضع إن نوى بذلك نية حسنة من العفة وطلب الولد ونحو ذلك وما يترتب عليه من تربيتهم والإحسان إليهم وتأديبهم ويحتسبهم عند الله جل وعز فإنه مأجور لا إشكال في ذلك، بخلاف ما لم ينوي. من لم ينوي فإن في ذلك نزاع بين أهل العلم. وعلى كل حال فلا شك أن النية الحسنة مطلوبة حتى في مثل هذه المباحات، قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه الأنواع من الصدقات العظيمة التي يثاب عليها الإنسان، فلا يظن النظان أن الصدقة فقط هي إخراج المال. لا شك أن التصدق بالمال باب عظيم، ولا إشكال في كونه من الصدقات والقرب، بل حديث الباب يدل على ذلك،
وعظم ما هم عليه عن المتصدقين بالمال. فقالت الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور، ولكن هذه أبواب أخر مطروقة لمن حرم المال أو قل في يده المال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا نوع من الصدقات التي هي بغير المال، ومنها الإحسان إلى الغير أو إلى الخلق، والنوع الثاني الإحسان إلى النفس. والصدقة عليها وهي التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث للصحابة، وهذا يسوقنا إلى الكلام في الوجه الخامس، ويعتبر القسم الثاني من أنواع الصدقة بغير المال الصدقة عن النفس، والتي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الفقراء هؤلاء، فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. فهذا النوع وإن لم يكن ماليا كما قلنا، إلا أن نفعه قاصر على فاعله، قاصر على فاعله، والذي هو الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والمشي إلى المساجد. والمتأمل في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على فضل الذكر فهي كثيرة جدا، وفي تفضيله حتى على الصدقة بالمال وغيرها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. والله يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأكثر أهل التفسير على أن الباقيات الصالحات هي قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فذكر الله عز وجل من تسبيح كما قلنا، أو تحميد، أو تهليل، أو تكبير، له فضائل عظمى وله فوائد عدة. استفاض في بيانها وذكر فوائدها، أعني فوائد الذكر، الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الوابل الصيد
فذكر من فوائد الذكر معددا فوائد الذكر نحو من 78 فائدة، وكل فائدة منها أعظم من أختها وأجل منها، فيا لله العجب كيف يروق للإنسان أن يغفل عن ذكر الله جل وعز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حاجة الإنسان إلى ذكر الله كحاجة السمك إلى الماء. يريد أن السمك إذا خرج من الماء مات، وكذلك حال الذين لا يذكرون الله، هم وإن كانوا أحياء إلا أنه أموات القلوب والعياذ بالله. فمن ذلك في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. خرج مسلم في الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الرجل الذي جاء يشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو عند الترمذي وابن ماجه وهو صحيح، قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وفي البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بل إن الله أمر بذكره حتى في ساحات الجهاد وعند ملاقاة العدو، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إذا لقيتم الذين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم جل وعلا بالذكر الكثير والجهاد، وذلك كلاهما ملازم للآخر ليكون ذلك على رجاء الفلاح. والله أثنى على الذاكرين عليه فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأمر الله بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة
عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، فجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه ويزيل ما عليه حتى يرجعه كالمرآة البيضاء. فإذا ترك ذكر الله رجع إليه الصدى. وإذا ما سأل العبد ما هو صدأ القلب، نقول صدأ القلب يكون بأمرين: بالغفلة والذنب، بالغفلة والذنب. وجلاؤه يكون بشيئين: بالاستغفار والذكر. والغافل صدأ القلب صدأ القلب قلنا يصدأ القلب بشيئين اثنين: بالغفلة والذنب. وجلاؤه يكون بشيئين اثنين وهما بالاستغفار والذكر. فالذي تكون أغلب أوقاته غفلة فإنه والحالة هذه يكون الصدأ متراكبا على قلبه، ومن كان أمره كذلك بمعنى صدأ قلبه فإنه لا يمكن له أن يتصور الحق، بل يتصور الأمور على عكسها، يرى الباطل حقا والحق باطلا، لأن تراكم الصدأ عليها أظلم قلبه فلم تظهر فيه صورة الحقائق. وإذا تراكم الصدأ اسود القلب ولبسه الران، ففسد بذلك تصوره وإدراكه. وإذا ما فسد تصور العبد وإدراكه فإنه لا يقبل الحق ولا ينكر الباطل إلا ما أشرب قلبه من هواه، وهذا في حقيقته عقوبة، وهذا عقوبة من أعظم عقوبات القلب. ولو تأمل الإنسان أن سبب هذا الصدأ وهذه القسوة سببها الغفلة واتباع الهوى، فإذا ما كان الإنسان مغفلا متبعا لهواه انطمس في قلبه النور، أو انطمس نور القلب منه، بل وجاءه والعياذ بالله وحل به عمل بصيرة. ولهذا يقول الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا أراد الإنسان أن يقتدي بشخص ما فلينظر أهو من الذاكرين لله جل وعز أو من الغافلين، وهل يحكم هواه أو يحكم الوحي. فإذا كان الحاكم عليه الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. والفرط المضيع أو الذي يسير على خلاف الحق،
فإذا ما كان كذلك فيجب على الإنسان الحصيف أن يرتقي فيبتعد عن الغفلة، وإذا ما وقع في ذنب تذكر فأناب واستغفر وذكر الله كثيرا. لأن في هذا جلاء للقلب وحياة للقلب، فرب ذنب أدخل صاحبه الجنة يتذكره الإنسان على الدوام فينيب ويذكر الله ويتوب إليه ويستغفره ويتندم عليه، وإذا به كأنه يرى هذا الذنب بين عينيه صباح مساء دائم التذكر والخوف والإنابة والخشية والاستغفار والقرب من الله جل وعلا، فما زاده ذلك إلا تقربا إلى الله. وهذا لا يعني دعوة الناس إلى الوقوع في المعاصي فلا يدري الإنسان بما يختم له، ولكن إذا ما وقع عليه أن يرجع وأن يتوب وأن ينيب وأن يستغفر وأن يذكر الله كثيرا. فالذكر له فوائد عدة، منها أنه